أهلا بكم في الجزء الثاني من درس الرياضيات والفيزياء. تعطلت سيارة أحد الأصدقاء، كان يسمع صوت السلف ولكن السيارة لا تعمل، هل يمكنكم مساعدته؟ ربما يتبادر إلى ذهنك بعض التوقعات، الدينامو، البواجي، مضخة البنزين، البطارية، وبالتأكيد لكل توقع ستجري فحصا حتى تصل إلى الخلل. وفي الواقع نحن بهذه المنهجية طبقنا الطريقة العلمية التي ابتكرها علماء المنهج التجريبي، وهي عملية منظمة للمشاهدة والتجريب والتحليل لحل المشكلات. فهذه التوقعات هي فرضيات، والفرضية تخمين عن كيفية ارتباط متغيرات بعضها ببعض، والفحص الذي تم إجراءه هي تجارب، ويمكن الاستعانة بالنماذج التي تسهل دراسة الظواهر وتعتمد على التجريب. وإذا استبعدنا الفرضيات الخاطئة سنصل إلى النظرية التي تفسر عطل السيارة، لماذا تعطلت السيارة؟ فالنظرية تفسر المشكلات أو الظواهر مدعمة بالنتائج التجريبية لتجيب عن سؤال لماذا؟ وإذا استطعنا أن نصف العلاقة الرياضية لهذا العطل نكون قد وصلنا للقانون، فهو وصف المشكلات أو الظواهر بتعبير رياضي ليجيب عن سؤال كيف؟ نختم الجزء الثاني بمثال تطبيقي مع الدكتور جوهانسون. Fact. If I drop this, it'll fall. Law. I can mathematically describe how fast that apple and the earth will accelerate toward one another based on their masses and distance. But why is it happening? Hypothesis. There's a force pulling on the apple, or maybe there's something about the universe and the way it's structured that makes massive things fall toward one another. Or maybe the apple is like magnetically attracted to Earth or something. Eliminate the bad ones and we're left with a theory.